يا شيخ ابي بكر عمر يقوم بتجهيز مدفع جهنم استهداف وادي الضيف مقر القياده اللهم سدد هذه هي القذيفه عباره عن جرة غاز تجهيز القذيفه قبل المشاهدين وتركيب الصاعقه اللهم أصل هدفهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشيخين أبي بكر وعمر ومنذ الآن تجهيز القذيفة اللهم أصل هدفهم يا رب العالمين اللهم أصب هدفهم فعبد مراسل جرى فعبد يا رب يا الله الله شوي شوي أقرب إيدك أقرب إيدك أقرب إيدك بس 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 شويش أمل إيدك أنت روح لي الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر شيخنا ابي بكر عمر يقوم باستهداف مقر القياده يا الله بسم الله الله اكبر خلينا نبلغ المجاهدين خفقوا في حد شاف جوا